السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثيرين لبس عليكم، اش كتعاودوا، اش اخباركم؟ وترحب بهذه المناسبة، كنرحب بالناس الجداد اللي دخلوا عندي. مرحبا بكم اخوتي واخواتاتي، مرحبا بكم عندي كاملين. ودابا غنقدم لكم، بغا ندير واحد الكغاطان بالشيفلور، الكرب وبالبطاطا، وواحد البصلة مصلدة من بعد ونصلدها. دابا غادي نسلق الكرب. عندي كربة صغيرة مجموعة، شي فلورة ولا كربة، كل واحد وشنو كيقول لي. مجموعة صغيرة قطعتها هكايا، قطعتها هكا. غنسلقها مع شوية الملح وشوية واحد الفرع ديال التومة وواحد شوية ديال الحامض باش متبقاش تعطي الريحة ديالها. وهنا عندي البطاطا قطعتها هكا دوائر مرقيقة بزاف، شوية حتى هي غنسلقها. غنسلقها ماشي بزاف تدقدق، نسلق مع شي صلصه نسلقها هكاك ومع شويه الملحه، ومن بعد رجع معكم من ينسلقهم ونرجع معكم ان شاء الله. معكم من بعد ما سلقت الكرنب والبطاطا، دابا درت واحد البصيله سلطتها ودرتها تحر واحد شويه، ومن بعد رجع معكم باش نوريكم طريقه الكغاطان ديال الكرنب. درت عليها شويه الابزارها على الملحه، شوية الابزار شوية الزيت، ونخليها كتسحر مزيان كتهبط ونرجع معاكم ان شاء الله. هنا البصلة ديالي هاي تسحرات وهبطات، هبطات مزيان. وهنا صايبت البيشاميل اللي صايبت معاكم داك النهار، حيت بلا ما نبقاو مع طويل التصايب ديالو بلا ما نبقاو نطولو. صافي، وهنا قطعت الفرماج. الا كان عندكم فرماج حمار ولا موتزاريلا، غندير فيها الموتزاريلا، ولكن ما بقاتش عندي غندير فيها هاد الفرماج. دابا غادي نبدا في الطريقه. تتشدوا الكرم تتهبطوا عليه هكا بيديكم، تتقرصوه هكا. والحاجه غادي ندير هكا ها شويه بيشاميل هنا في التحت، وغنشد البطاطا غنديرها هكا هنا. هاش تبان لكم الصوره واضحه ولا لا؟ غنقرب هكا وغندير هكا طبقات هكا. غنستعمر هكا في طبقات حتى نغلق هذوك البلايص الخاوين. دابا هاد غنشد هاد البيشاميل غنديرو هكا، غنخوي هكا، غنغطي بيه كاع البطاطا البيشاميل، وغنشد هاد البصيله اللي صحرت غنديرها حتى هي هكا نسرحها. ونشد الفرماج شويه ديال الفرماج ولا موتزاريلا واللي كان عندكم ديروه، ديروا لي هكا. ودابا ناخذ هادو اللي درت لهم هكا نحطها هكا، هاد الكرومب ولا الشيفرو ولا شاش تقولوا لي، كل واحد واش كيقول لي. غتضغطوا عليه هكا منو تيهبط منو داك الماء، منو كيتسرح هكا. عرفت الصورة واضحة ولا لا؟ تضغطوا عليه وكيهبط بيديكم. كتغطيو هذيك البطاطا كتغطيوها كامله بالشيفلور. من بعد غندير دابا البيشاميل، غنغطي هكا بالبيشاميل.
غنغطي الوجه ديال داكشي فلور كامل، ونزيد عليه بصيلات هكا كما الطبقه الاولى. وشويه ديال الفرماج، وغندير البطاطا دابا، وغنبقى غادي مستمره هكا باش ما نطولش الفيديو. من بعد غير مني غنكمل هاد الثومه، مني غنكمل غادي نرجع معاكم باش نوليكم الشكل النهائي. دابا تندير بيشاميل، احسن حاجه نخوي هكا. صافي نسرحوه بمعلقه هكا. وندير البصله، سهله طبقه بطبقه. صافي انا غنستمر هكا ومن بعد نرجع معاكم. ها هو الشكل النهائي في الاخر. ودابا غندير الفران، غنديرو في الفران، غنسعل عليه على التحت والفوق، وغنخليه كيتحمر. راه كلشي طيب عا كيتحمر، ونرجع معاكم ان شاء الله. الفران ديروه على 180 ولا 100 ولا الماسيمو ديالو، وخليه الوسط ما بين التحت والفوق على شي 20 دقيقه هكاك. وانا غنقول لكم شحال خدا ليا ديال الوقت. ها هي خرجت من الفران، ريحتها غزاله كتطلع منها، شفتوها؟ خطات ليا 30 دقيقه من التحت، دارت من التحت وعقب تعريت على مع غطيتها بالكاغط ديال الكارطه ديال فوق، كاغط ديال الفران غطيتها به هي والالومنيوم. ومني قربت، مني قربت طابت من التحت، صافي درتها، صافي عريتها وخليتها تحمرت ليا شويه من الفوق. يلا نقدمها ومن بعد نرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي للتقديم. ها هي كتجي الشكل ديالها، كتجي رائعه زوينه، تاكلها بالفرشيطه ولا بالمعلقه، ورافقتها بهاد الشوربه ديال الفوقيع ديال الفونغي الشومبينيو، كتباع بالحق جاهزه، هذه كتباع جاهزه، كنديرها عا في الماء طيب، كنخليها طيب مع الماء، ندير فيها شويه المليح وشويه الزيت وصافي. وبالصحة والعافية. ولا عجبتكم هاد الكغاطان بالكروب والبطاطا، ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس وديروا لايك لايك لايك. وبالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليت لكم الراحة.